بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله بنستكمل مع بعض في الكونيك سيكشنز. فكنا تطرقنا مع بعض إن الكونيك سيكشنز عبارة عن أصلا جنريت لما انترسيكشن بتوين بلين ودبل نابد كون، وحسب الأنجل اللي بيميل بيها هذا البلين بيتحدد نوع الكونيك سيكشن. لو البلين بارلل للبيس الدبل نبد كون، طبعا دي كيس سهلة اللي هي بيبقى عندنا السيركل. طبعا جميع الكونيك سيكشنز اصلا الجنرال اكويشن ليها للكونيك سيكشن عبارة عن نمبر A times X square plus another number وليكن B times XY term XY، ده general case، plus another number C times Y square plus another number D times X plus number وليكن E times Y plus number اللي هو free of X Y اللي هو number بس اللي هي زي F equal Z. ده الجنرال فورم للكوادراتيك إكويشن. وقلنا إن الكوادراتيك إكويشن معناها إن هي إكويشن من السكند ديجري، الجنرال كيس إن بيظهر كل الترمات موجودة عندنا. فده بالنسبة ده الجنرال كيس عندنا. فده بالنسبة للكوادراتيك للكونيك سيكشن عموما إن هي بتبقى عبارة عن كوادراتيك. وبعدين حسب بقى عندنا النوع الكونيك سيكشن بيقول لنا مين من الترمات عندنا بتبقى موجوده ومين مش موجوده. ده الاكويشن الجنرال عندنا. معلومه برضو بالنسبه ليكم ان المقدار اللي هو بي سكوير ماينس 4 الاي في السي 8 تايمز السي، ده اسمه الكاركترستيك او اسمه المميز. هذا المقدار لو ايكوال زيرو ده بيعبر على ان الكونيك سيكشن عندنا بيبقى بارابولا، ولو ليس ذان زيرو ده انديكيت عندنا ان بيبقى إليبس، ولو جريتر ذان زيرو ده انديكيت عندنا ان بيبقى هايبربولا. طيب نشوف مع بعض. هنا قلنا ان اول كونيك سيكشن عندنا كان الاليبس، وقلنا ان الاليبس ليه حاجه اسمها اكسنتريستي اي، والاي بتبقى less than 1، وتعريف الاكسنتريستي عندنا اللي هي كانت نسبه اي بوينت بتتحرك جنريت الاليبس او جنريت الكونيك سيكشن. هنا الكونيك سيكشن اصلا بيجنريت لما البلين انترسيكشن بتوين البلين اللي موجود عندكم ده ودبل نبد كون، الانجل للبلين الانترسيكت الدبل نبد كون بيبقى اقل من الانجل اللي بيميل بيها هذا الدبل نبد كون، وبالتالي جنريت الاليبس اللي هو ده اليبس. الالبس هنا زي ما هنشوفه مع بعض او ريفايزد مع بعض، ان ليه سنتر وليه تو فوكس بنسميهم فوساي، وله تو دايركتريز اللي هما دايركتريز ودايركتري اللي هما تو دايركتريز، وده اللي هو الالبس. والاكسنتريستي ايه بتبقى less than 1، وبنعرف هنا الاكسنتريستي ان هي او عموما في الكونيك سيكشن الاكسنتريستي اي عباره اي بوينت على الكونيك. هنا في الحاله دي احنا بنوصف الالكس، فاي بوينت على الالكس ليها كوردينيت بي. فاصلا الالبس ده هنا او الاكسنتريستي معناها ان نسبه البعد عن بوينت ثابته اللي هي سميناها الفوكس، البعد عن البوينت ثابته اللي هي الفوكس الى البعد عن
straight line ثابت اللي هي بنسميه directrix. اللي هو الدليل نسبة ده إلى ده. النسبة دي عبارة عن يعني لو قلنا هنا BF وهنا BM، فالإكسنتريستي إيه بيتم تعريفها اللي هي نسبة البعد بين البوينت اللي بترسم الكونيك أو بترسم الإلبس، البعد BF الديستانس BF إلى BM اللي هي البعد الديستانس عن ستريت لاين ثابت أو مستقيم ثابت اللي هو الدايركتريس، ده عبارة عن الإكسنتريستي. في حالة الإلبس بتبقى less than one. يعني الإكسنتريستي ده definition general، هو نسبة البعد عن بوينت ثابتة اللي هي الفوكس إلى البعد عن مستقيم ثابت أو ستريت لاين ثابت اللي هو الدايركتريس، بيسمى الدايركتريس. ده اللي هو BF إلى BM، ده عبارة عن الإكسنتريستي. لما نيجي نشوف في الالبس بنلاقيه للزمن، لما نيجي نشوف في البارابولا هنلاقي ان البعد ده ايكوال 1 للاي، لما نيجي نشوف في الهايبربولا هنلاقي ان الاي جريتر ذان ال1. ده بالنسبه للايه للديفينيشن. طيب الكونيك سيكشن الثاني عندنا اللي هو البارابولا، كونيك سيكشن رقم 2 عندنا اللي هو البارابولا. والبارابولا اصلا جنريت لما يعني برضو عباره عن انترسكشن بين البلين والدبل نابد كون. البلين الانجل للبلين اللي انترسكت الدبل نابد كون بتبقى تساوي الانجل اللي بيميل بيها هذا الايه الدبل نابد كون، فبتلاقيه ده بيوازي ده الجنريتور دي الانجل نفس الانجل يعني فيه. ف يبقى في الحالة دي بيتولد عندنا اللي هو الكونيك سيكشن رقم 2 اللي هو البارابولا. ما يميز البارابولا عندنا ليها كيسز كتير. ما يميز البارابولا عندنا ان الاكسنتريستي اي قلنا ايكوال ال برضو احدى الكيسز للبارابولا عندنا بيبقى له البارابولا ليه فيرتكس، هنا دي اسمها فيرتكس وليكن هنا عند الأوريجين، دي إحدى الكيسز. ليه أكسس اللي هي الأكسس أوف سيمتري، وليه فوكس اللي هو الإف، وليه دايركتورز. طبعا دي إحدى الكيسز اللي هو بياخد الشكل ده، وده إحدى الكيسز اللي هو بيبقى أوبن رايت. هنا الفيرتكس ليه فوكس، وما يميزه هنا ليه دايركتورز. وعارفين طبعا عارفين ان البعد الفوكس عن الفيرتكس كمية بنسميها ايه، هي هيها البعد الفيرتكس عن الدايركتورز اللي هي الكمية دي. وبرضو هنا بالنسبة اي بوينت على البارابولا اللي هي مثلا x و y، نسبة البعد عن الفوكس الى البعد ديستانس عن الدايركتريس المفترض هي ال e، يعني ال e اللي هي عبارة عن ال b ال eccentricity e عبارة عن ال bn bf over ال bn البعد عن البؤرة إلى البعد عن الدايركتورز، بعد عن فوكس إلى البعد عن الدايركتورز، بؤرة يعني فوكس ودليل يعني دايركتورز. البعد ده في حالة البارابولا إيكوال 1 عندنا. الكونيك سيكشن رقم 3 عندنا اللي هو الهايبربولا. وعارفين الهايبربولا برضو عبارة عن intersection between الـ plane والدبل نبد كون، والأنجل اللي بيميل بيها هذا الـ plane بتبقى أكتر من الأنجل للدبل نبد كون، وبالتالي بيبقى عندنا generate الـ A بيقطع فوق وتحت، فـ generate الـ hyperbola اللي هو بيبقى جزئين اللي هو الـ hyperbola.
ده عبارة عن إيه الهايبربلا اللي جنريتي. الحاجة اللي هنا بنقول ما يميز الهايبربلا إن الإكسنتريستي إيه greater than ال1. يعني إحدى الكيسز للهايبربلا لما نيجي أجي هنا مثلا سي الأكسس هو الإكس أكسس لي ومعانا السنتر وليكن الأوريجن إحدى الكيسز على الواي أكسس فلي سنتر لي هنا سنتر ولي برضو لي تو فيرتيسيز بدل فيرتكس هو جزئين فلي تو فيرتيسيز مثلا سي فيرتكس وفيرتكس على بعد ايه ده هنا فيرتكس وهنا فيرتكس على بعد ايه من السنتر ديستانس ايه من السنتر والايكويشن هنا بيبقى اكس سكوير اوفر الاي سكوير ماينس الواي سكوير لما السنتر هنا هو 0 0 ماينس واي سكوير اوفر بي سكوير وايكوال 1 ده الايكويشن هنا بحيث ان الاي هنا هو السنتر ما يميز لي ان ليه تو اسيمبتوتس ليه تو اسيمبتوتس عندنا يعني ايه اسيمبتوتس يعني خطي تقارب الاسيمبتوتس هنا بيبقى نفس الايكويشن للهايبربلا بس ايكوال 0 فبيبقى معانا الاسيمبتوتس هيبقى واي ايكوال بلس اور ماينس بي اوفر الاي تايمز الاكس بحيث ان هو السلوب ليه بوزيتيف بيبقى هذا السلوب ليه بوزيتيف بيبقى ده بيبقى الستريت لاين اللي سلوب ليه بوزيتيف والسلوب ليه نيجاتيف هو البوزيتيف اللي هو واي ايكوال بوزيتيف بي اوفر الاي تايمز الاكس والسلوب نيجاتيف بيبقى الستريت لاين اللي انا هنرسمه دلوقتي ده الاسيمبتوت يعني السكشن ده او الهايبربلا بيقترب منه في الانفينيتي السلوب هنا بوزيتيف اللي هو واي ايكوال نيجاتيف البي اوفر الاي تايمز الاكس بالنسبه للهايبربلا لما نيجي جراف او نرسم الهايبربلا بنتعرف ليه بيبقى معانا من الفيرتكس وادي اهو الجزء الايمن ليه بيقرب من الاسيمبتوت في الانفينيتي وفي عند الجهة التانية برضو اهو يقترب من الاسيمبتوت التاني برضو في الانفينيتي ده الجزء الرايت بالنسبة للجزء الليفت اهو برضو ستارت من الفيرتكس فيرتكس ليه وبرضو بيقترب من الاسيمبتوت في نيجاتيف انفينيتي وبيقترب من الاسيمبتوت التاني برضو عند نيجاتيف انفينيتي دي احدى الكيسز للهايبربلا لما الاكسس بيبقى هو الاكس اكسس وان جنرال بيبقى هوريزونتال هنا وبرده ما يميزه ان ليه تو فوساي فوكس وفوكس اسمهم فوساي وليكن الرايت هي اف 1 وليكن الفوكس الليفت هي اف 2 وكل فوكس على ديستانس سي من السنتر بننسب دايما للسنتر C والC قلنا إن هي equal الـ A times الـ E يبقى هنا الC اللي هي الـ A times الـ E ليه two directories ليه two directories يعني directory ليه directories أهو according للفوكس الأولانية ده directories say مثلا x1 والدايركتريس تاني طبعا قريبين لانه على بعد a over e والe greater than 1 في الهايبر فاهو ده وليكن ال x2
وكل directories على بعد من السنتر مقدار A over الـ E. A over الـ E. عندنا فلو تو directories بالنسبة للـ A بالنسبة للـ hyperbola عندنا. طبعا من الحاجات اللي يعني عندنا interesting في applications على البارابولا هنشوفها مع بعض. طبعا احنا هنا لما بنيجي ندرس الـ conic sections هنيجي نشوف مع بعض. بندرس في الاول البارابولا باعتبار ان هو يعني ده بيبقى الى حد ما بيبقى مش غريب عليك اللي هو البارابولا. معظمكم سمع عن البارابولا فبندرسه هو اول conic section. قلنا ان هو عباره عن intersection between البلين والدبل نبد كون، والانجل للبلين هي هيها الانجل اللي بيميل بيها الكون، وبالتالي جنريت البارابولا. البارابولا ليه كيسز كتير. ممكن يعني ان يبقى open right زي ما قلنا، ممكن يبقى open right ليه vertex. طبعا ما يميز البارابولا ان الـ eccentricity e equal 1، وقلنا الـ e عبارة عن نسبة البعد بين اي point بتتحرك عشان ترسم البارابولا، نسبة بعد الـ point دي الى الـ point ثابتة اللي هي الفوكس، الى الـ distance عن between الـ point و الـ directories اللي هي الـ BF over الـ BN equal الـ E، والـ E هنا equal 1. ده بالنسبة للـ إيه؟ بالنسبة للـ بارابولا. مثلا لو إحدى الـ cases إنه يبقى open right زي ما قلنا لـ vertex، وهنا ده اللي هي الـ point B، وليه focus اللي هو اللي سميناها الـ F، قلنا اهي ادي البي اف الى البي ام، وليد دايركتورس ده اللي هو دايركتورس اللي هو سي هنا اللي هو بي ام، يبقى البي ام هنا كل ده بعد عمودي بي ام والبي ام ده هنا يعني الديستانس دي قد الديستانس اللي هي دي. برضو الفيرتكس ليه فيرتكس اهي فيرتكس، والبعد بين الفوكس والفيرتكس قد البعد بين الفيرتكس والدايركتورز اللي هي كمية سميناها الـ A. والإكويشن دي الإكويشن للبارابولا في الحالة دي هو الأكسس. بتخلي بالك بقى برضو من حاجة هنا بتبقى مهمة، إن الأكسس هو الاكسس اوف سيمتري. الاكسس للبارابولا هنا هو الاكسس اوف سيمتري، فالاكسس هنا هو الاكس اكسس. ان جنرال بيبقى في الحاله دي بيبقى هوريزونتال اكسس، يعني هنا ده ممكن يقول لك ان البارابولا هوريزونتال اكسس. هنا بتلاقي ان لما بيبقى سيمتري اراوند الاكس اكسس فالايكويشن بيبقى فيها اكس واحده لكن فيها بيبقى واي سكوير. يعني ما يميز البارابولا ان بيبقى فيه حاجه سكوير، يعني بالنسبه للاكس والواي بيبقى واحد سكوير والتاني مش سكوير، فهنا بيبقى الاكس هو اللي لوحده والواي هو اللي سكوير. الايكويشن للبارابولا في الكيس دي عباره عن الواي سكوير ايكوال 4 الاي تايمز الاكس. ده الايكويشن للبارابولا في الكيس دي. برضو لما هنا لما الفيرتكس ده على فرض ان الفيرتكس ليه هي 0 0، الفيرتكس ليه هي 0 0. لو ان جنرال الفيرتكس ليه another point say x note y note يعني حصلها shifting، هيبقى ده equation لبارابولا الاكسس ليه بيبقى horizontal، بيبقى horizontal يعني بيحصل shifting ليه. في الحالة دي بتلاقي الايكويشن للبارابولا عبارة عن y minus y note all square equal 4a times ال x minus ال x node. يعني لما بيبقى symmetric around ال x axis، لما بيبقى symmetric هنا يبقى ال axis ليه horizontal، او في الكيس ان ال vertex ليه 0 0 يعني symmetric around ال x، بتلاقي ال equation ال x هي اللي مش squared وال y وهي اللي فيها squared. ده بالنسبة للبارابولا.
لما الفيرتكس ليها جنرال بوينت اكس نوت واي نوت هيبقى الجنرال ايكويشن ليها هيبقى للبارابولا هيبقى واي ماينس واي نوت اول سكوير ايكوال 4a تايمز الاكس ماينس الاكس نوت. لو جت الايكويشن بالعكس ان عندنا الايكويشن للبارابولا وعايزين نجيب نستنتج الفيرتكس ونستنتج ليها الفيرتكس اللي هي البوينت اكس نوت واي نوت ونجيب الاي المفترض ان انت بتعمل كومبليتنج سكوير على الواي يعني بتلاقي الايكويشن فيها واي سكوير وواي يبقى معنى كده ان فيها شيفتنج في اتجاه الواي وان تعمل كومبليتنج سكوير بالنسبه للواي. دي احدى الكيسز للبارابولا عندنا. في كيسز اخرى للبارابولا احنا قلنا فيها 4 كيسز ممكن بدل ما هو اوبن رايت يبقى اوبن ليفت. اوبن ليفت وهنا بنتكلم عن ان الفيرتكس لو هي 0 0 ومعانا الدايركتريس اهو هيبقى هو الرايت والفوكس اف هتبقى هي الليفت وزي ما بنقول ان اي بوينت تتحرك بتبقى نسبه البعد عن البي اف اي بوينت بي تتحرك على بترسم جنريت البارابولا بتبقى نسبة بعدها عن الفوكس إلى الديستانس عن الدايركتريس اللي هو الـ BN هي الـ EA عندنا فبيبقى معانا BF إلى BN إيكوال للـ E والـ E هنا إيكوال 1 متساويين هنا ده متساوي. طيب الحاجة الثانية على بعد إيه هنا و الإيكويشن في الحالة دي بتبقى y سكوير لما الفيرتكس بيبقى 0 0 تبقى y سكوير قلنا الأكسس أوف سيمتريك هو هنا الx أكسس وإن جنرال هيبقى هوريزونت ده الأكسس أوف سيمتريك هنا بيبقى الx أكسس فبيبقى الx هي اللي لوحدها مش سكوير والy هي اللي سكوير والإيكويشن بيبقى y سكوير إيكوال نيجاتيف 4 الa تايمز الx. طيب الجنرال كيس لما عندنا الفيرتكس عندنا بتكون جنرال بوينت حصل لها شيفتنج عند جنرال بوينت اكس نوت واي نوت عندنا في الحالة دي هيبقى الإيكويشن واي ماينس واي نوت اول سكوير إيكوال نيجاتيف 4a تايمز الإكس ماينس الإكس ده الإيه الإيكويشن جنرال إيكويشن لبارابولا أوبن ليفت عندنا. في كيس تانية في كيس تالتة بقى في كيس تالتة للبارابولا ان ممكن يبقى open up لو open up بارابولا open up والفيرتكس لينا هنا اللي هي 0 0 في الحالة دي بنلاقي الفوكس هي اللي الأعلى والاكسس اوف سيمتريك هو الاكسس هنا اوف سيمتريك هو الواي اكسس وان جنرال ده الاكسس اوف سيمتريك هو الواي اكسس وان جنرال هيبقى فيرتيكال اكسس فيرتيكال اكسس الاكسس اللي هو بيكون الكونيك بيبقى سيمتريك حواليه ده تعريف اللي الاكسس اوف سيمتريك بالنسبة للبعض. برضو هنا للدايركتريس هيبقى horizontal. والdistance between the vertex هنا دي هي الـ vertex. الdistance between the vertex والdirectress add the distance between the vertex والfocus. هي البعد A هنا بهذا الشكل. هنا الإيكويشن ليها طبعا لما بيبقى سيمتريك أراوند الواي أكسس بتبقى الواي اللي لوحدها والإكس هي اللي سكوير بتبقى معلومة يعني ليك والإيكويشن هنا هتبقى إكس سكوير إيكوال 4A تايمز الواي لما الفيرتكس بيبقى 0 و 0 لو الفيرتكس جنرال بوينت عندنا اللي هو سي إكس نوت واي نوت يبقى في الحالة دي الإيكويشن للبارابولا هيبقى x ماينس الإكس نوت إيكوال 4a تايمز الواي x ماينس إكس نوت أول سكوير
equal 4a times y minus y. ويبقى ده الجنرال ايكويشن، مفترض الجنرال ايكويشن للبارابولا اللي الاكسس ليه فيرتيكال، وعموما الاكسس ليه بيكون فيرتيكال، والفيرتكس بتبقى شيفتد عند بوينت اكس روت واي. لو قال لك الاكسس فيرتيكال بتلاقي فيها، او لو اداك الايكويشن بتلاقي فيها اكس سكويرد واكس، معنى كده ان في كومبليتنج سكوير للايه، في كومبليتنج سكوير للاكس. لو قال لك الاكسس فيرتيكال هنا هيبقى الجنرال ايكويشن ليها شكل تاني، يعني ممكن الشكل ده لو هو اداهولك، لو تقدر تحطه في الشكل ده، هيبقى السن هيبقى الفيرتكس ليك اكس نوت واي نوت، والهنا والايه كده بتبقى عارفها. لكن لو ادالك مثلا بيبقى عندنا 3 انونس هنا، يعني الشكل ده بيبقى فيه 3 انونس، الاكس نوت والواي نوت والايه. في شكل تاني ليه؟ في شكل تاني ليه، اللي هو ممكن تقول ان الواي ايكوال سي كونستانت اي تايمز اكس سكوير بلس كونستانت بي تايمز الاكس بلس الترم الفري اللي هو C. فممكن هنا يبقى ده general equation لبارابولا ال axis ليه بيبقى vertical axis، بيبقى البارابولا ليه vertical axis. بالمثل بالنسبة للبارابولا اللي ليه horizontal axis، سواء هنا ده أو ده، احنا قلنا ان بيبقى ال equation هنا فيها y squared y، y squared y. طب يبقى هنا لو قدرت تحطها في الشكل ده بيبقى معاك 3 unknowns، هما x نوت y نوت والa بتقدر تجيبهم. x نوت مع y نوت بيجيب لك الدايركتريس، والبعد ايه بيقدر يخليك تجيب الفوكس والدايركتريس. عندنا ليه شكل تاني؟ ليه شكل تاني. يبقى الجنرال برضو فورمولا او الجنرال شيب لبارابولا لي هوريزونتال اكسس، هوريزونتال اكسس بيبقى فيها واي سكوير دو واي، فممكن نحطها في شكل تاني وليكن اكس ايكوال سي الاي واي سكوير بلس رقم بي واي بلس رقم تاني اللي هو نمبر اللي هو السي. فده او ده، وبرده بيبقى فيه 3 انونس عندك اللي هم الاي والبي والسي. لو ادالك مثلا 3 بوينتس بيمر بيهم، يبقى 3 بوينتس بيمر بيهم هذا الالبس، يبقى معنى كده بتسبستيتيوت ب 3 بوينتس علشان تجيب 3 انونس اللي موجودين عندك اللي هم الاي والبي والسي. الايكويشن دي هيها الايكويشن الاي الثانيه عندك. فده لو هوريزونتال اكسس، وده الايكويشن الثانيه لو فيرتيكال اكسس عندك. في كيس رابعه، في كيس رابعه. طبعا الكيس 3 و4 يشبهوا بعض، بس هنا ان هو هنا الكيس الاخيره انه ممكن يبقى اوبن داون، بيبقى اوبن داون. فلو الفيرتكس 0 0 معانا برضو ادي الفوكس، والدايركتريس بيبقى هو الاعلى، وبرضو على بعد ايه من الفيرتكس، دايركتريس على بعد ايه من الفيرتكس، و الفوكس برضو على بعد ديستانس ايه من الايه من الفيرتكس برضو. والجنرال ايكويشن طبعا هنا بنأكد تاني ان برضو الكيس 3 زي 4، بس الواحد اوبن اب والتاني اوبن داون. هنا بنأكد تاني ان الاكسس هنا بيكون فيرتيكال اكسس اللي هو الاكسس اوف سنتر، ده الاكسس للايه للبارام. الجنرال ايكويشن في الحاله دي طبعا لما بنقول لما بيبقى سيمتريك اراوند الواي، بتبقى الواي هي اللي مش سكوير والاكس هي اللي بتبقى سكوير. والجنرال ايكويشن هنا بتبقى اكس سكوير ايكوال نيجاتيف 4 اي تايمز الواي. برضو لما بيبقى عندنا الفيرتكس جنرال بوينت بيحصل شيفتنج لل بيحصل شيفتنج للبارابولا، جنرال بوينت سي اكس نوت واي نوت بيحصل شيفتنج، فبيبقى الجنرال ايكويشن في الكيس ده هيبقى x minus x نوت all square equal negative 4a times y minus y نوت. ده الجنرال ايكويشن للبارابولا في الكيس ده لما بيبقى open down هنا. طبعا ليها the same formula اللي احنا
الجنرال فورمولا اللي احنا قلناها في السلايد هنا، اللي هي y equal ax square plus bx plus c، اللي هي بتعمل فيها completing square للx. ده بالنسبة لأول conic section اللي هو البارابولا. الكيس دي لو هو horizontal axis ودي قلناها، والكيس اللي بعدها لو هو vertical axis ودي قلناها. من الحاجات الانترستنج بالنسبة للconic sections اللي ليها applications زي ما شايفين هنا، ان البريدج ده هو suspended bridge، فواخد شكل البارابولا عندنا. لان في الايكويشن اللي بتبقى given ممثلة ليه بيبقى فيها coordinate واحد سكوير والتاني مش سكوير، فده ايكويشن لبارابولا. برضو من الحاجات البروبارتس للبارابولا عندنا ان الفوكس دي عبارة فيها بروبارتي هنا ان الفوكس مثلا لو في اي اشعة بتلاقيها بتتركز في الفوكس، دي من البروبارتس للبارابولا اللي هي منها يعني بيتعمل منها برضو فكرة النظارات اللي لما بيبقى في حد عنده ضعف نظر طول نظر، وبرضو بيتعمل منها برضو اللي هي تجميع الأشعة في مكان أو إن هي تخرج من مكان وتخرج متوازية. يعني دي من البروبارتس اللي بيستخدموا فيها البروبارتس للكونيك سيكشن اللي هو للبرابولا يعني بيستخدموها منها. برضو في لو شفتوا في التلسكوب برضو إن هي زي اللي احنا بنقولها إن هي بيبقى في الريديو تلسكوب اللي هي فيها عايزين يجمعوا الأشعة، بتبقى في أشعة بارلل وعايزين يجمعوها، فبتتجمع في نقطة بوينت واحدة وهذه البوينت بتبقى الفوكس عندنا. دي من الابليكيشنز الظريفة أو اللي بيستخدم فيها الكونيك سيكشن. بالنسبة للإكزامبلز عندنا يعني قلنا عايزين الإكويشن لبارابولا، فإحدى الإكويشنز للبارابولا ممكن يبقى الإكويشنز أصلا تبقى يعني موجودة مرسومة، فدي ازاي بقى يعني البارابولا اللي مرسوم ده الايكويشن دي ايه؟ فبنتعرف على الايكويشنز دي. فطبعا هنا الرسمه هنا يعني بيرسم لك البارابولا ويديك معلومه واحده من ثلاثه، لان انا هنا رسمين الثلاثه، لا اما يديك بوينت واحده من ثلاثه، مين هم الثلاثه هنا عشان دول، لا اما يديك بوينت موجودة على البارابولا ده اللي هي بتبقى given يعني find the equation للبارابولا اللي مرسوم بمعلومية point عليه والpoint coordinate ليها، وليكن x equal 3 والy negative 4. زي ما عدى علينا ان طالما الvertex هنا هي 0 و 0 والaxis of symmetric هو الy، فبتبقى الy هي اللي مش squared والx هي اللي squared وy اهي، وطالما ان هو open down فبيبقى negative، يبقى معانا هنا هيبقى معانا ال equation عدت علينا اللي هي x squared equal negative 4a times ال a times ال y اللي هي الكيس الأخيرة اللي عدت علينا اللي هي دي x squared equal negative 4a times ال y. ده الجنرال ايكويشن لما يبقى الفيرتكس 0 0 بتبقى عارفها و اوبن داون. فبيبقى هنا x سكوير equal negative 4 ال a times ال y طالما الفيرتكس هي 0 و 0. طيب عايزين بقى هنا الايه؟ يعني الانون هنا هو الايه؟ فلازم يديني معلومة في المسألة. المعلومة هنا اللي اديها هي انه passing through 3 x ب 3 و y ب negative 4. يبقى معانا ال x square اللي هي 9 equal negative 4 ال a unknown وال y عندنا negative 4. يبقى 9 equal 16 a، وبالتالي الـ a equal 9 over 16. يبقى كده جبنا الـ a، ويبقى الـ equation للـ
الإيكويشن للبارابولا عبارة عن x سكوير equal negative 4 ال a اللي هي 9 over 16 times ال y يبقى equal negative 9 over 4 ال y. ده هنا الإيكويشن للبارابولا. ليه شكل تاني لو حد يحب يحط ال y ال start بال y زي ما كنا كاتبين في الأول، فهيبقى negative 4 over دي صح over 9 x square دي صح طبعا ودي صح، يعني بيبقى موجود واحد منهم طبعا في الإجابة يعني لأن الاتنين زي بعض. ده الإيه ده لو إدينا ال information بمعلومية point عندنا. نفس ال equation نفس البارابولا هنا بس بيدي ممكن معلومة تانية، مثلا يعني ممكن لو مرسومة معلومة تانية عطيك الفوكس، يبقى given الفوكس عندنا يبقى equation للبارابولا، ودي برضو ال equation general equation للبارابولا open down عندنا، والvertex 0 0 بيبقى قلنا x square equal negative 4 ال a times ال a. ال a دي محتاجين information عندنا فأعطيك الفوكس. طبعا من معلومية الفوكس على بعد من على بعد من الفيرتكس على بعد من الفيرتكس بعد ديستانس ايه، يبقى طالما الفيرتكس هي 0 0 يبقى عندنا على بعد الأسفل فهي معروفة ان البعد هيبقى بالنيجاتيف، فيبقى هنا الايه كده جيفن، يبقى معانا الفوكس الكوردينيت ليها هي x بزيرو واي بنيجاتيف 9 over 16، يبقى من هنا هنحصل على ان الـ a equal 9 over 16. ده المعلومة اللي جيفن لينا، وبالتالي برضو بتحصل على ان x square equal هيبقى نيجاتيف 9 over 4 times y. ده الإيكويشن للبارابولا، ولو عايز الـ start بالـ y يبقى نيجاتيف 4 over 9 times x square دي أو دي، طبعا هي الإيكويشن واحدة منهم أكيد هي اللي بتبقى موجودة، لكن دي صح طبعا ودي صح. ممكن نفس الجراف عندنا والمعلومة اللي جيفن، يعني برضو رسم لك والمعلومة اللي جيفن مثلا هي الدايركترس، والدايركترس أعطيك الكوردينت للدايركترس إنه الإيكويشن ليها، أعطيك الإيكويشن للدايركترس إن هو y equal 9 over 16. برضو من الجنرال إيكويشن للبارابولا عندنا إن x square برضو إن x square equal negative 4 ال a times ال y باعتبار إن الفيرتكس ليه هي 0 0 اللي هي الفيرتكس دي، فالديستانس بتوين الفيرتكس والدايركترس من المعلومات بتاعتك إن هي ال a، فمن هنا ال a هنا من المعلومة اللي given هيبقى ده هو ال a، يبقى ال a equal 9 over 16 وبالتالي ال x squared part equal negative 4 over 9 times y 9 over 16 9 over 16 هنا طبعا هو يعني ال 4 times 9 over 16 فيبقى هنا negative 9 over 4، يعني أنا كده عملتها مع بعضها اللي هي دي. ليها شكل تاني إن ال y equal negative 4 over 9 times x square لو إحنا عايزين هنا نجيب ال y. ده بالنسبة ليها. طبعا مسائل سهلة أو دي تعتبر مسألة سهلة لما بيبقى الجراف موجود عندنا. ممكن مثلا احنا يعني another example ان find ال equation ل parabola with horizontal axis. ال equation للبارابولا with horizontal axis زي ما in general بيبقى ال vertex horizontal axis بيبقى shifting somewhere، وبيبقى معانا هنا ال vertex موجود هنا وده horizontal axis، سواء open right أو open left،
بيبقى ال vertex عند general point x نوت y نوت، وال directrice على بعد ال a. فقلنا لما بيبقى symmetric around ال x بتبقى ال x هي اللي مش square، وبيبقى ال y هي ال square، وبتعمل completing square لل y. وال general equation ل parabola ل horizontal axis ممكن نقول a y square plus b y plus c. ده قلناها، ده بالنسبة ليها. وكان ليها ستايل تاني، كان ليها ستايل تاني عندنا ان هنا y minus y نوت، طالما ال السكوير دي ال y يبقى y minus y نوت all square. لو هو open right بيبقى 4a times ال x minus ال x. ده بالنسبة ايه؟ بالنسبة لو هو open right. طبعا لو هو open left بيبقى y minus y نوت all square equal negative 4a times ال x minus ال x. ده بالنسبة للـ ايه؟ ده بالنسبة للبارابولا. برضو يعني من ضمن الحاجات مثلا عندنا الـ examples، ان ممكن بيقول لك classify البارابولا، ممكن completing square بس مثلا ايه، مثلا يقول لك classify الكونيك اللي هو y square اعطيك y square minus 8x minus 6y minus 23 equal 0. اولا من الشكل الاكويشن اللي بيديني بقدر احدد اذا كان هو بارابولا ولا إليبس ولا هايبربولا من الاول. ليه؟ لان هنا اولا بلاقي الاكس هي اللي لوحدها والواي هي اللي فيها واي سكوير لواي، ففي كومبليتنج سكوير للواي، فمعايا واي سكوير ومعايا اكس، يعني واحد سكوير والتاني مش سكوير بيبقى بارابولا. والاكسس ليه هو مع الاكسس اللي مش سكوير اللي هو على الاكس اكسس. ده مبدئيا. ثانيا اللي فيها y squared y فمبدئيا بتعمل completing square للy. ازاي بيتم؟ قلنا ان احنا الافضل بنجيب y squared minus 6y في side، وبقيتها بنحركها في side الايه الرايت، يعني اللي هنعمل فيه completing square، فيبقى equal ايه؟ equal 8x plus 23. طيب نحط ده في صورة completing square اللي هي y minus 3 all square، فيبقى هنا equal 8x. طبعا احنا زودنا حاجة plus 23. زودنا ايه هنا في completing square؟ زودنا 9، يبقى ال 9 اللي زودناها في left hand side نزود ال 9 في right hand side، فبقى هنا equal 8x plus 30. وهنا ممكن ال 8 common ويبقى x plus 4. يبقى كده جت اسهل طريقة واسلم ان انت تقدر تعمل completing square عندنا. يبقى y minus 3 all squared equal 8 times ال x plus ال 4 عندنا. طبعا once ان وصلنا للإكويشن دي خلاص تعتبر المسألة خلصت، لان طالما الكمية دي positive معانا ان 4a equal، معنا ان ال vertices، معنا ال vertices عندنا هو start بالاكس يبقى عند negative 4 و 3، ده ال vertices. ومعنا ان 4a equal 8 وبالتالي ال a equal 2، يبقى المعلومتين اللي نقدر، وهو horizontal axis. يبقى start الx negative 4 والواي ب 3، ده الفيرتكس، والاكسس ليه هوريزونتال وهو هيبقى اوبن رايت. وعلى بعد يبقى هنا الـ vertex negative 4 و 3، ده الـ vertex.
وعلى بعد ايه لفت منه يعني الدايركتريس، على بعد الايه والايه بايه بمقدار 2، يبقى الدايركتريس ان الاكس ايكوال نيجاتيف 6، ده الدايركتريس. وعلى بعد ايه تانية بنجيب الايه، بنجيب الفوكس اللي هو الاف، يبقى الكوردينات للفوكس الاكس بنيجاتيف 2 والواي ب 3، وبنتحرك على الاكس اكسس عندنا. وبرده هنا ادي الاكسس عندنا، الاكسس للبارابولا هوريزونتال اكسس، ده الاكسس للبارابولا هوريزونتال. والجنرال اكويشن للبارابولا اللي ليه هوريزونتال اكسس بيبقى الاكس هي اللي لوحدها والواي هي السكوير اللي هي ايه واي سكوير دي زي ما قلناها بلس بي واي بلس سي. لما عملنا كومبليتنج سكوير اتحطت في صورة واي ماينس واي نوت اول سكوير ايكوال 4 الاي تايمز الاكس ماينس الاكس. يبقى لما وصلنا للشكل ده، لما وصلنا للشكل ده قدرنا باي كومباريزو نجيب الفيرتكس اللي هي كانت الاكس نوت والواي نوت، والبعد 4a هي كانت الـ a by comparing بيها. سمبل يعني، موضوع سهل فيما يخص الـ a الـ. ممكن another example لـ البرابلة. ممكن مثلا find the equation للبارابولا of parabola. With horizontal axis. And bosses مثلا crossing. الفور بوينت معنا 3 بوينتس مثلا وليكن 0 و 4 و مثلا another point 1 و 3 و another point وليكن 2 و 6. طبعا ال general equation لبارابولا باسنج اللي horizontal axis بيكون بالشكل ده زي ما رسمناه قبل كده مع بعض مثلا سي، والإكويشن لي بيبقى y equal a x square أو اللي ليه horizontal axis بيبقى x equal a y squared plus b y plus c، ده اللي هو horizontal axis. يبقى البارابولا ده اللي لو ليه ده horizontal axis، البارابولا ده horizontal axis هو symmetric around the x، فبيبقى x equal a y square plus b y plus c. طيب ده حلينا عليه example اللي فات اللي هو ده اللي هو ليه horizontal axis عندنا.
فممكن بنشوف هنا طبعا لو هو ادانا ده، لو ادانا الايكويشن، لو ادانا الايكويشن معانا 3 بوينتس، فعند كل بوينتس سبستيتيوت بالبوينت الاولانيه x ب0 y ب4 بيدينا سبستيتيوت، فمعانا ال x ب0 وال y ب4 بيدينا هنا ايكويشن في a و b و c، فمعانا ال x ب0 وال y ب4، فمعانا هنا هيبقى 16a plus 4b plus c. مثلا substitute بالبوينت الثانية x ب1 وy ب3، فمعانا هيبقى ال x بال1 والy ب3 يبقى 9a plus 3b plus a plus c. معانا البوينت الثالثة x2 وy ب6، طبعا عطينا ثلاثة information يجيبوا لنا الثلاثة unknowns اللي عندنا، ده سهل يعني مفيهوش حاجة. فمعانا ال x ب2 وال y ب وال y ب a ب6 يبقى 66a بلس هنا 6b بلس c، فمعانا 3 equations في 3 unknowns. طبعا بالكالكوليتور لينير دول عادي بتجيبهم وتجيب ال a وال b وال c، ساعتها بتجيب لك ال a ال equation. ممكن برضو معانا لو هو with vertical axis، يبقى ممكن مثلا معانا another example، آخر example بقى في البارابولا، find the equation للبارابولا of parabola with، المرة دي بقى نقول with vertical axis، يبقى كده عملنا scanning ليها كلها. Vertical axis، والvertical axis بيدينا ثلاث معلومات. ممكن يبقى المعلومات هنا ان passing مثلا through 3 points، ف passing through 3 points ممكن ال 3 points مثلا x0 y4 x1 y3 وال x2 مثلا y6. الvertical axis البارابولا اللي ليه vertical axis يبقى السيمتريك اراوند الواي، بتبقى الواي هي اللي مش سكويرد والاكس هي اللي سكويرد، فاستارت بالواي يبقى واي ايكوال اي اكس سكويرد بلس بي اكس بلس سي، ده هنا فيرتيكال اكسس عندنا. معانا 3 بوينتس اكس ب 0 واي ب 4 سبستيتيوت بيها، يبقى معانا الادي الواي ب 4 ايكوال الاكس ب 0 يبقى يدينا السي. طيب هيجي جبنا السي ال x ب1 وال y ب3، يبقى ال y equal 3 وال x ب1 يبقى a plus b plus c وال c 4. معانا ال x ب2 وال y ب6، يبقى هنا معانا ال 6 ال x ب2 يبقى 4a plus 2b plus c وال c 4، يبقى هنا معانا 2 equations 2 unknowns. ممكن نلاقي هنا هتلاقي ال B، ممكن ال B negative 3 وال A ب 2، طبعا الكالكوليتور بتبقى سهلة عندك. يبقى معنى كده ما فيش أي مشكلة يعني لو طلع أي أرقام، لأن الكالكوليتور بيحسبها لك يعني، لأنها equations linear في إطار الكالكوليتور كلكم بتعرفينها. فبيبقى معانا ال y equal ال a وال a طلعناها ب 2 يبقى 2x squared plus bx وال x يبقى negative 3x plus c و c ب 4، يبقى دي ال equation للبارابولا اللي passing through 3 points اللي ادهالك ومحققة ال vertical axis عندنا. ده أول conic section موجود عندنا. ال conic section التاني اللي موجود معانا اللي هو ال ellipse. بالنسبة للالبس زي ما قلنا ان عبارة عن intersection between البلين والدبل نبد كون، والانجل اللي بيميل بيها هذا البلين اقل من الانجل اللي بيميل بيها الكون فجنريت الالبس. وما يميز الالبس ان الاكسنتريستي اي بتكون لزان 1، وقلنا الاي هي الديستانس بين البوينت اللي بتتحرك ترسم جراف الالبس الى بوينت ثابته اللي هي الفوكس الى نسبتها على الدايركتريس
يعني ال بي اف اي ال بي ام هي ال اي وال اي less than 1 يعني هنا ال اي هنا هي نسبة ال point بي الى اف فوكس الى الفوكس اللي associated ليها لان ال ellipse ليه تو فوكس اللي هم اسمهم فصال الى بي ام equal ال اي وال اي less than 1 احدى الكيسز هنا لاما ال major ليه major axis طبعا لو الإكويشن هنا بنلاقيها مثلا x square over a square plus y square over b square equal 1 فده اللي center السنتر هنا 0 0 ده special case in general هيبقى x not y not ومعنى ان ال a greater than ال b فالكمية الكبيرة الكمية الكبيرة اللي في الدموريتور وهنا equal 1 الكمية الكبيرة اللي في الدموريتور هي بيبقى الميجور اكسس معاها بيبقى الميجور اكسس معاها فهنا الميجور اكسس مع الاكس اكسس ليه ميجور اكسس طوله 2a وليه minor axis طوله 2b مع الـ y في الحالة دي طوله 2b minor ده الـ ellipse إحدى الكيسز ليه major axis مع الـ x و minor axis مع الـ y يبقى الـ equation x square over a square اعتبر ان a square هو الرقم الأكبر plus y square over b square equal 1 ده إيه بالنسبة للـ ellipse ليه center 0 0 وليه فوكس وفوكس فليه تو فوكس اسمهم فوساي 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 ان جنرال على بعد طالما هو بيتحرك على الاكس اكسس فبيبقى الاكس نوت اللي هي هنا بزيرو بيبقى اكس نوت بلس اور ماينس السي اللي هي ايه تايمز الاي وواي نوت فمعانا فوكس F1 وواحدة تانية ليفت فوكس تانية اللي هي F2 دول اسمهم فوصالي طيب معانا two directories directories right وليكن X1 و directories left وليكن X2 كل دايركتوري على بعد من السنتر على بعد من السنتر A over E طبعا ال E less than 1 وال E هنا زي ما بنقول ان اي بوينت B تتحرك يبقى BF الى BN طبعا الفوكس دي لو الفوكس القريبة يبقى الدايركتوري القريبة BF إلى BN هو الإكسنتريستي E في حاجة تانية هنا ده لما يبقى السنتر لو السنتر هنا جنرال بوينت شيفتد يعني حصل له شيفت جنرال بوينت شيفتد X نوت Y نوت هيبقى الإكويشن للإلبس تاخد الشكل الآتي عبارة عن X ماينس الX نوت أول سكوير over the a square plus y minus y naught all square over the b square equal في relation relates between ال a وال b وال c طبعا هنا كله focus على بعد ال A times ال E اللي هي C ده هنا هي C ده C وده C اللي هي ال A times ال E ده C
في relation relates between ال A وال B وال C عبارة عن إن ال B square equal ال A square 1 minus ال A square اللي هي A square minus ال A في ال E اللي هي C square. وفي الرايت ترانجل الشهير ان البعد ده سي والبعد ده بي. لو وصلنا الرايت ترانجل ده هيبقى البعد ده هو ال اي. ده بالنسبة لل اليبس. في another case للإلبس الميجور أكسس مع الواي. دي الميجور أكسس مع الواي. الحالة دي بنلاقي الإيكويشن تاخد الشكل الآتي الميجور أكسس مع الواي. يعني ال 2A هي مع ال Y. major axis طوله 2A. ال 2A هو اللي مع ال Y. وال 2B هو اللي مع ال X axis. الحالة دي الإيكويشن بتاخد الشكل الآتي. بتلاقي إن X squared over ال B squared plus y squared over ال a squared equal 1. وهنا ال a greater than ال b. فبتلاقي الكبير مع ال y. الكبير في الدومينيتور مع ال y. ده center 0 0 special case. وبعدين معانا فوساي فوكس فوق أعلى F1 وفوكس تحت F2 وكل فوكس على بعد C اللي هما ال A times ال E. ومعانا two directories directories أعلى X1 وdirectories لأسفل X2 سوري هي الدايركتريس هوريزونتال. بيبقى y1 equal a over e وهنا y2 ده equation الهوريزونتال بيبقى ال y بكونستنت equal minus a over e. فكل دايركتريس على بعد ال a over e والA less than 1 فبتلاقيها أبعد من الA من الـ vertices. ودي اللي اسمها vertex. دول اسمهم vertex. يعني دي vertex دول على الميجور اسمهم دي vertex ودي vertex اللي على الميجور axis. دول اللي لما بيدي vertex بيبقى هم دول. وبرضو بننوه في السلايد التاني هنا أن دول اسمهم vertices. اللي مع الميجور هم دول الـ vertices الأساسيين اسمهم vertex. لما بيبقى هنا دول اسمهم vertices. يعني لو اداك ال vertices بيبقى هما المقصود بينهم اللي مع الميجور اللي مع الميجور اكسس فدول اسمهم ال vertices. برضو معانا هنا الميجور طوله 2a والماينور طوله 2b. الماينور مع الواي طوله 2b. ولما بيبقى معانا لو السنتر بقى شيفتت عند بوينت x نوت y نوت بتلاقي الجنرال ايكويشن للإليبس عبارة عن x minus ال x نوت all square over b squared plus y minus y نوت all square over ال a squared و equal 1. ده الجنرال ايكويشن للإليبس
الميجور اكسس ليه مع الواي، الميجور اكسس ليه مع الواي. بنعرف منين ان الرقم الكبير لما بنحطها في الفورمولا دي بنلاقي الرقم الكبير اللي في الدوموريتور بيبقى مع الواي، يبقى الميجور بيكون معاه. ده بالنسبه ليه. طبعا قلناها قبل كده ان البي سكوير ايكوال الاي سكوير تايمز هيبقى 1 ماينس الاي سكوير. طبعا مع الاخذ في الاعتبار ان السي ايكوال الاي تايمز الدي، وبيتحرك على الواي، يعني عمالين نجيب ونطرح من السنتر فنتحرك مع الواي اكسس، يبقى معنى كده ان الميجور اكسس بيبقى مع الواي. لو فكرنا كده نشوف الايكويشن كاكزامبل كده، نشوف دول التو كيسز اللي احنا قلناهم. بالنسبه للاكزامبلز مثلا لو الجراف عطولك مثلا وعايز الايكويشن للالبس ده، مبدئيا الايكويشن للالبس بنلاقي ان الميجور اكسس مع الاكس اكسس، وواضح كده انه عطي ادي الفرتيسيز اهو عطول ميجور اكسس، يبقى هنا ادي الفرتيسيز دول عطيها، فده مسهلها ان الـ A بفور، ده الـ A بفور، والماينور اكسس مع الـ Y، اللي هو الـ B. واضح كده هنا ان عطي الكوردينتس ليها، طبعا هنا السنتر 0 0 والبي ب 3. يبقى طالما ادى السنتر والاي ميجور اكسس مع مين وادى الماينور اكسس، يبقى كده الايكويشنز كامله، ان هي اصلا هتبقى اكس سكوير اوفر الاي سكوير، لان السنتر 0 0 بلس واي سكوير اوفر بي سكوير ويكوال 1، السنتر 0 0 والاي سكوير ده مع الاكس، فالميجور مع الاكس، الاي ب 4 والواي ب A والبي ب 3، فبيبقى هنا اكس سكوير اوفر ال 16 بلس واي سكوير اوفر 9 ويكوال 1، ويبقى ده الايكويشن الايكويشن للان. دي سهلة يعني، بنشوفها من ضمن الايه، من ضمن الاختيارات، ونروح ايه جايبينها عندنا، دي بيبقى سهل. يعني ممكن another example find the equation of x with فوساي، فوساي اللي هما الاثنين فيرتكس دي، يعني اللي هما الاثنين فوكس، فوكس وفوكس جمعهم فوساي، الاثنين فوكس with فوساي ب 2 ونيجاتيف 2 واحدة منهم، والتانية 4 ونيجاتيف 2، دول الفوساي لي. و and vertices الاثنين vertices لي 1 و negative 2 و 5 و negative 2. طبعا ملاحظ لما بيديك لك هنا فوساي أو vertices أو ادالك واحدة منهم كـ given information، أنا بيبقى عيني هو بيتحرك على إيه، فبلاقيه هنا بيجيف ويطرح على الإكس، يبقى الأكسس الميجور ليه مع الإكس اللي عمال بيجيف ويطرح عليه، حتى مع برضو الـ vertices برضو نفس الحكاية، بيجيف ويطرح معه. بينما
ليهم كلهم بقى للباقيين معاهم بلاقي انه مثبت الواي. يبقى معنى كده اول انفورميشن ثبت الواي، يبقى الواي نوت اللي هي للسنتر بنيجاتيف 2 في الايكويشن، والميجر مع الميجر مع الميجر اكسس مع الاكس اكسس، والجنرال كيس بيبقى اكس نوت واي نوت، بس الواي نوت هي بنيجاتيف 2 مبدئيا. طيب عرفنا ان ان السنتر اصلا السنتر هي منتصف المسافه او البوينت الانترميديانت بوينت او الميد بوينت بين التو فوساي او التو فيرتيسيز. ففي الحاله دي معايا لو التو فوساي الكوردينيت ليهم 2 و 4 فيبقى 2 بلس 4 اوفر 2، والواي نوت ثابته اللي هي نيجاتيف 2، يبقى السنتر هيبقى 3 ونيجاتيف 2. كان ممكن اجيبهم من التو فيرتيسيز، من التو فيرتيسيز يعني ممكن مساله ثانيه بيديني واحده منهم، لا اما يديني التو الفوساي او يديني الفيرتيسيز، كنت برضو هجيب السنتر الميد بوينت بتوين التو فيرتيسيز اللي هي 1 بلس 5 over 2 والواي نوت زي ما هي اللي هي نيجاتيف 2 اللي هي اكيد برضو كانت هتديني 3 ونيجاتيف 2، لان كان ممكن يديني الفوساي وحاجه تانية، كان ممكن يديني الفرتسيس وحاجه تانية، فكان في الواحده من الاثنين بيجيب لي السنتر عندي. طيب انا كده عرفت السنتر، عرفنا السنتر، فيبقى الاكس نوت اتعرفت، السنتر هنا بقى اكس نوت واي نوت كده اتعرفت في الايكويشن، x minus x نوت over a square plus y minus y نوت over b square. يعني مبدئيا هو x minus 3 all square over ال a square لسه ما عرفناهاش، هندور عليها دلوقتي، plus y minus y نوت y plus 2 all square over ال b square و equal a equal 1 equal 1. مفترض طالما هو بيتحرك على الاكس اكسس، طبعا السنتر بقت الاكس ب 3 والواي بنيجاتيف 2، الاكس ب 3 والواي بنيجاتيف 2 وليكن مثلا السنتر هنا، وهو معانا هنا التو فيرتيسيز واحدة x ب 1 ونيجاتيف 2، طبعا هو بيتحرك هنا على الاكس اكسس الميجر، واحدة ب 1 ونيجاتيف 2 ده فيرتكس منه، والتانية ب 5 ونيجاتيف 2 ده بالنسبة لينا. فيعني هنا ده الإليبس بهذا الشكل، وعطي التو فوساي اللي هما دول، واحدة منهم بتو نيجاتيف 2 والتانية منها بفور ونيجاتيف 2 برضه. بس لما ادى الاتنين فيرتيسيز عندنا اللي هي واحدة منهم بفايف ونيجاتيف 2، ده الفيرتكس الأولانية اللي هي دي، والفيرتكس الثانية اللي هي 1 و نيجاتيف 2، الديستانس بين التو فيرتيسيز ده هو الاثنين ايه الميجر، يبقى كده الايه اللي هي بفور يعني هنا 2 و2، يبقى كده الايه جت بايه ب2، الايه جت ايكوال 2. لما ادى الفوساي فكده ادى السي واحده منهم الديستانس ما بينهم 2
يعني هي على بعد من ال من السنتر اللي هو دي 3، يبقى سي ب1، يبقى معانا هنا بي سكوير، عايزين البي، يبقى بي سكوير ايكوال الاي سكوير 1 ماينس اي سكوير اللي هي اي سكوير ماينس سي سكوير، الاي سكوير ب4 ماينس السي سكوير ب1 يبقى البي سكوير ب3. يبقى الايكويشن للالفس هنا اخر حاجه قدرنا نعرف الاي سكوير ب4، يبقى هنا الاي سكوير ب4 والبي سكوير ب3. يبقى الايكويشن للالفس هتبقى اكس ماينس 3 اول سكوير اوفر الاي سكوير اللي هي 4 بلس واي بلس 2 اول سكوير over ال b squared اللي هي ب 3 equal 1، ويبقى ده الايكويشن للالفس اللي مطلوبه، وده الجراف ليه بمعلوميه الفصاي وبمعلوميه الفيرتيسيز. ممكن برضو الالبس بيبقى مثلا ممكن برضو بنعمل فيه completing square مثلا، يعني ازاي؟ يعني بيقول لك برضو classify الequation للconic section اللي given by 16x squared plus 9y squared minus 64 الاكس ماينس 55 54 الواي بلس 1 وايكوال 0. الايكويشن دي ببقى عارفاها من الاول ان هي اليبس، يعني من اول ما بيديهاني ببقى عارفاها اليبس. ليه؟ لان معايا الاكس سكوير والواي سكوير نفس الاشاره، ذا سيم، مش شرط يبقوا موجبين لان ممكن ينقلهم لي السايت التاني بيبقوا الاثنين سالبين ونفس الاشاره يعني. طيب الحاجه الثانيه لما بلاقي يديني الايكويشن اكس سكوير، طبعا فيها اكس سكوير وفيها واي سكوير ونفس الاشاره، يبقى الكس، طب عارفها من الاول. بعدين لما بلاقي اكس سكوير واكس بيبقى فيها انديكيت كومبليتنج سكوير للاكس، بلاقي فيها واي سكوير بيديني واي سكوير واي، يبقى فيها كومبليتنج سكوير للواي. طب نشتغل ازاي؟ يعني ابسط حاجه تفكر تشتغل فيها ازاي. اول حاجه بجمع الاكس سكوير مع الاكس، يعني معايا ازاي؟ يعني بجيبهم جنب بعض، 16 اكس سكوير ماينس 64 اكس، وبعدين يليها الواي سكوير والواي، بجمع بجيب الترمين مع بعض اللي هي بنص 9 واي سكوير ماينس 54 واي، وبعدين بقول ايكوال وودي بقى ايه في السايت الرايت الترم الفري اللي هو الرقم نيجاتيف 1 مبدئيا. ستارت معايا اكس سكوير دو اكس ومعايا واي سكوير دو واي مبدئيا. طيب هعمل اول حاجه اخرج لو في كوفيشنت كومن، فمن الاكس سكوير فيها 16 يبقى اكس سكوير ماينس 4 اكس، وبعدين من الواي سكوير والواي في 9 يبقى 9 تايمز هيبقى واي سكوير ماينس 6 واي وايكوال نيجاتيف 1. ثالث حاجه بعمل بقى كومبليتنج سكوير، احط الاكس سكوير واكس في صوره كومبليتنج سكوير والواي سكوير والواي في صوره كومبليتنج سكوير، وتاخد في اعتبارك ضفت ايه في الليفت هاند سايد تضيفه في الرايت هاند سايد. ازاي؟ ادي اهو اول ترم هيبقى 16، الكومبليتنج سكوير بالنسبه للاكس هيبقى اكس ماينس 2 اول سكوير، وهنا ايكوال. قبل ما اكمل للواي بشوف انت ضفت كام بالنسبه للاكس، اللي ضفته ليفت ضيفه في الرايت هاند سايد. احنا ضفنا 4 بس ال 4 اللي احنا ضفناها هي 4 تايمز 16 اللي هي بلس 64. طيب الحاجة التانية
الحاجة التانية عندنا بالنسبة للواي، هنلاقي 9 times هتبقى y minus 3 all squared. طيب احنا ضفنا ايه بالنسبة للy completing square؟ ضفنا 9 هنا، بس مش 9 لوحدها، ده 9 times 9 فهتبقى plus h1، يبقى معانا 16 times x minus 2 all squared plus 9 times y minus 3 all squared equal بقى المجموع ده كله على بعضه equal كام؟ فنلاقي معانا negative 1 plus 64 plus h1 هلاقيها 144 بالكالكوليتر. طيب آخر مرحلة معانا بقى، آخر مرحلة معانا إن إحنا نقسم to generate 1 times 144. ففي الحالة دي هتبقى الإيكويشن هتبقى x minus 2 all squared over 9 plus هتبقى y minus 3 all squared over 16 equal 1. ده الإيكويشن للإلبس. طبعا واضح من الإيكويشن للإلبس إن الميجور مع الواي، إن الميجور مع الواي، ميجور أكسس ليه مع الواي اللي هو كان x minus 2 all square over 9 plus y minus 3 all square over ال 16 و equal 1. فمعنا ال a ب 4 ومعنا ال b ب 3 ومعنا ال b squared equal ال a squared 1 minus e squared اللي هو a squared لأن ال e لسه ما جاتش minus c squared. ف ال c squared منها هنجيب ال c squared equal ال a squared minus ال b squared 16 minus 9 اللي هي 7. يبقى c equal root 7. يبقى center x 2 y 3 x 2 y 3 وال major axis مع ال y وقيمته 4 يجيب التو vertices اللي هنا وال minor axis مع ال x ويبقى ده الإليبس عندنا. معانا الـ c اللي هي عبارة عن root 7 equal الـ a times الـ e والـ a ب 4 e، يبقى معانا الـ e equal root 7 over 4 وأكيد دي لازم ده بالنسبة ليها. فعلى هذا الأساس هيبقى معانا الفيرتيسيز بيتحرك على الواي فالإكس نوت ثابتة بتو ومعانا الفيرتيسيز هيبقى معانا بنضيف الأ للسنتر والسنتر عندنا ده السنتر ده الإكس بتو يعني ده السنتر الإكس بتو والواي بس إيه. فهنضيف على الواي هنضيف على السري مرة بنضيف ونطرح الاي والاي عندنا بفور يبقى الاي بفور يبقى واحدة منهم تبقى 2 و 7 ده اكيد هي اللي فوق يبقى الفيرتكس دي 2 و 7 الاعلى والتانية الاسفل اللي هي 2 و negative 1 يعني تبقى دي الفيرتكس الثانية 2 و negative 1 هي دي. طيب لو قلنا الفصاي معنا c بروت 7 لو قلنا عايزين الفصاي
هما فوكس وفوكس، هيبقى ال coordinate ليهم ال x 2 وال y 3 plus or minus ال c اللي هي root 7. يبقى الفوكس الأعلى اللي هي F1 الكوردينيت ليها هتبقى ال X2 وال Y3 بلس روت 7، والفوكس الأسفل اللي هي F2 كوردينيت ليها ال X2 وال Y3 ماينس روت 7. طبعا لو كان عايز ال 2 دايركتريس دايركتريس الأعلى، واحد منهم الأعلى والتاني الأسفل، هيبقوا على بعد من السنتر A over A. A over A وال A بفور وال A بروت 7 over 16، يبقى ال A over A هتبقى 16 over root 7 اللي هي 16 over root 7 وهنا 16 over root 7. ده البعد عن البعد عن الـ A عن الـ center. يبقى واحد منهم هيبقى الـ Y ليه 3 بلس 16 over root 7، والتاني 3 minus 16 over root 7 بالنسبة للـ directories. يبقى الـ directories هيبقى Y1 من 2 Y1 من Y2 equal هيبقى ال y root اللي هو ب 3 plus or minus ال a over ال e اللي هي 16 over root 7. ده بالنسبة لل conic section الثاني اللي هو ال ellipse. لو شفنا آخر conic section موجود معانا اللي هو ال hyperbola. ال hyperbola زي ما قلنا إنه عبارة عن intersection between البلين وبتوين الدبل نبد كون، والأنجل اللي بيميل بيها هذا البلين بتبقى أكبر من الأنجل اللي بيميل بيها هذا الكون، وبالتالي بيقطع فوق وتحت، فبيبقى معنا جزئين اللي هو الهايبربولا. بالنسبة لي بيبقى جزئين اللي هما الهايبربولا عندنا. الاكسنتريستي اي اللي هي عبارة عن البعد البوينت اللي بترسم الهايبربولا بي اف الفوكس اللي اسوشيتد ليها اوفر البي ان على الدايركتريس بتبقى جريتر ذان ال1، ده اللي هو الاي الاي. اللي تو كيسز، الكيس الاولانية مثلا لو السنتر معانا مثلا السنتر 0 0 والانترسبت الاكسس مع الاكس اكسس، هنا الاكسس هو الاكسس، تعريف الاكسس هو الجوينينج بين التو فيرتيسز. فلو معانا هنا فيرتكس وفيرتكس فدي تو فيرتيسز، ليه 2 vertices هنا وليه 2 vertices كل vertex على بعد A من السنتر اللي هو السنتر 0 0 هنا. في الحالة دي هيبقى الـ equation للـ hyperbola هيبقى x square over a square، يعني اللي دايما اللي start بـ بيبقى الدوميريتور ليه a square minus y square over b squared و equal 1 باعتبار ان السنتر 0 0 و intercept ال x axis، فبيبقى ال a start بال a x squared over a squared minus y squared over b squared و equal 1. يضاف اليه ان في 2 asymptotes زي ما قلنا، هيبقى في 2 asymptotes خطي تقارب عبارة عن نفس الـ equation للـ hyperbola بس بدل equal 1 هيبقى equal 0. ففي الحالة دي لو الـ asymptotes هنا عادي
بيقترب منهم في الـ NPH. فبيبقى هنا هيبقى الـ asymptotes y equal plus or minus p over الـ a times الـ x. نفس الـ equation بس equal 0. Equal 0. يطلعوا equation لـ two straight lines intersect عند السنتر اللي هو عند 0 و 0. اللي الـ slope ليه positive، اللي ليه slope positive هيبقى هو الـ right اللي هو ده y equal p over a، ده الـ slope ليه positive باينة من الجراف. والـ slope ليه negative هيبقى هو ده هو y equal من negative p over a times x. يعني ممكن زي ما نشوف في الـ example ممكن بيديك asymptote line واحد منهم، فلما بيديهالك يبقى معنى كده بيديك النسبة نسبة P over A في الكيس. فكده نقدر جراف الهايبربلوك يقترب من الاسمبتوتس في الانفينيتي، من تو اسمبتوتس في الانفينيتي. وهنا برضو الجزء الليفت يقترب من الاثنين اسمبتوتس في نيجاتيف انفينيتي. طبعا بقي تكملة الانفورميشن عندنا ان ليه تو فوصال فوكس اف 1 واف 2 وليه تو دايركتريز دايركتريز رايت، هما اللي قريبين عشان الـ distance A over E تبقى أقل من الـ A، لأن الـ E الـ A over الـ E أقل من الـ A لأن الـ E نفسها أكبر من الـ 1 greater than. الـ distance دي من الـ center A over الـ E، A over E A over E، بينما الفوكس ده على بعد A times الـ E، عشان كده الفوكس هي اللي بعيدة لأن الـ A أكبر من الـ أكبر من الـ 1، فهم أبعد من الـ A من الـ vertex اللي هم الـ C، A times الـ E اللي هي الـ C، الـ A times الـ E هي الـ C. وده الـ هي لو أي بوينت هنا مثلا B بيبقى النسبة PF1 هنا إلى B يعني إلى BN، PF1 إلى هنا بالنسبة لنا هنا الفوكس PF1 إلى BN بيبقى إيكوال الـ A والـ A greater than 1. معانا هنا إن الـ C اللي هي equal الـ A times الـ E، ده حتى في الإلبس مشتركة فيها، بس معانا هنا إن B squared equation relates between الـ A والـ B والـ C equal الـ A squared times الـ A الـ E squared في الأول هنا minus الـ 1، يعني equal C squared minus الـ A squared. طبعا هنا in general برضو لما بيبقى معانا السنتر، هنا السنتر لو السنتر general point، السنتر general point مثلا مش 0 0 تبقى x not y not، يبقى في الحالة دي الإيكويشن هتبقى x minus ال x not all square، يبقى في completing square لل x over ال a square و minus بقى ها minus y minus y not all square، يبقى في completing square. لما بيديني الإيكويشن فيها x square و x يبقى فيها شيفت في اتجاه ال x وبيبقى فيها completing square بالنسبة لل x. اداني الإيكويشن أصلا لو هو اللي اداهاني فيها y squared و y يبقى فيها completing square لل y وفيها شيفت في اتجاه ال y. الإشارة هنا between ال x square وال y square بنلاقيها opposite، واحدة positive والتانية negative، يبقى ده indicate إن هو هيبقى over b square و equal.
السنتر 0 0، يبقى في الحالة دي الفوساي. الأكسس هنا هو الأكسس أوف سيمتري، الأكسس هنا هو هيبقى هوريزونتال أكسس، مش شرط هو الإكس أكسس، هو هوريزونتال أكسس. يبقى كده بنتحرك على الإكس أكسس، يبقى لو قلنا الفوساي هنضيف ونطرح على الإكس نوت، معانا الإكس نوت هنضيف ونطرح مقدار السي اللي هو الإيه في الإيه، والواي نوت تظل زي ما هي. لو قلنا الدايركتريس معانا هيبقى اكس 1 و 2 هما فيرتيكال، اكس 1 و 2 هيبقى ايكوال الاكس نوت برضو بيتحركوا من السنتر، بس بنضيف ونطرح كمية اللي هي الاي اوفر دي عشان نجيب الايكويشن للدايركتريز اللي موجودين عندنا. لو قلنا الفيرتيسيز ليه، لو قلنا الفيرتيسيز هيبقى الكوردينيتس ليها هيبقى الاكس نوت بنضيف ونطرح الايه، والواي نوت تظل زي ما هي. ده الكيس الاولاني عندنا في الهايبر، بيضاف ليها بس الاسيمبتوتس، والاسيمبتوتس نفس الايكويشن للهايبربلا بس ايكوال 0 بدل ايكوال 1. في كيس تانية للهايبربلا بقى أخيرة، اللي هي هايبربلا والأكسس مع الواي وإن جنرال بيبقى فيرتيكال. نشوف كده مثلا لو السنتر 0 0 هيبقى في الحالة دي الإيكويشن السنتر 0 0 والأكسس مع الواي، بيبقى معانا مثلا سي معانا تو فيرتيسيز، فيرتكس الأعلى وبرتكس الأسفل، تو فيرتيسيز، وبيبقى معانا التو أسيمبتوتس برضو. طبعا الأول بنكتب الإيكويشن ليها، لما بيقطع الواي أكسس بيبقى ستارت بالواي سكوير، فمن معانا واي سكوير برضو أوفر الإي سكوير، يعني اللي ستارت بيه بيبقى الدوموريتور ليه إي سكوير مش زي الإلبس. ماينس هيبقى الإكس سكوير أوفر البي سكوير وإيكوال. ده الإيكويشن للهايبربلا. بالنسبة للأسيمبتوتس بيبقى الإيكويشنز دي هي هيها الإيكويشن للهايبربلا بس إيكوال 0 بدل إيكوال 1. فعشان نجيب الواي هنا هيبقى الأسيمبتوتس، الإيكويشن للتو أسيمبتوتس هتبقى واي إيكوال بلس أور ماينس الإي أوفر البي. ماينس الإكس. دول الاتنين أسيمبتوتس. فاللي الميلو بوزيتيف نبدأ الأول بأسيمبتوتس، هو ده بيبقى هو ده الأولاني اللي ميلو بوزيتيف اللي هي واي. لو اديها لك كإيكويشن تبقى عارف ده اللي ميلو بوزيتيف اللي هو، ويبقى النسبة اي أوفر بي تايمز الإكس، واللي ميلو نيجاتيف هو ده اللي ميلو نيجاتيف. والهايبربلا بيقترب منه approaches في الانفينيتي، يبقى ده اللي السلوب دي بيبقى نيجاتيف اللي هو y equal negative ال a over b times ال x. الكلام ده بنقوله ليه؟ لأنه ممكن بيديك equation دي هايبربلا هنا، وبيديك ال asymptotes، يبقى بيديك النسبة a over b. في الحالة دي هو لما بيقطع ال y axis فالإيكويشن دي start بال y squared over a squared، وال a هنا قلنا هما الاتنين vertices، الاتنين vertices لو هنا vertex و vertex هنا a و a، وقلنا هيبقى شكل الهايبربلا بهذا الشكل. جزء فوق وجزء أسفل، جزء أب وجزء داون، جزئين عندنا.
جزء up وجزء down عندنا. تمام. معانا 2 فوساي، واحدة أعلى واحدة أسفل، F1 وF2، وبيتحرك على الواي أكسس، بيتحرك على الواي يعني بنجيف ونطرح على الواي، وكل فوساي قلنا على بعد من السنتر، على بعد من السنتر كمية سي، والسي هي الـ A تايمز الـ E. أكبر من الـ A يعني الفوساي أبعد، لأن الـ A الـ A نفسها greater than 1. معانا 2 directories اللي هم دول، هم horizontal directories على بعد من السنتر الـ A over E، قريبين A over E علشان الـ A greater than الـ 1، تبقى الكمية A over E أقل من الـ A، أقل من الـ A، أقل من الـ A. طيب ده لو الـ center 0 و 0، لو الـ center 0 و 0. طيب لو الـ center بقى عندنا، لو الـ center كان shifted يعني general point x not y not، x not y not، يبقى في الحالة دي الـ equation للـ hyperbola هيبقى الاكسس ليه بيبقى vertical، هنا هو ده الاكسس، ده اكسس ليه ال straight line اللي joining between two vertices بيعرف على ان هو الاكسس، لا اما يبقى الواي هنا او انه يبقى vertical in general في الكيس دي. طيب لو center x not y not يبقى الإيكويشن هتبقى y minus y not all square over ال a squared minus x minus ال x not all square over ال b squared و equal 1. في الحالة دي لو عايزين الفوساي بنجيف ونطرح على الواي كوردينت، يعني الاكس نوت ثابتة بينما الواي نوت للسنتر، بنجيف ونطرح المقدار السي اللي هو الاي تايمز الاي ده الفوساي. طيب ولو عايزين الدايركتريس، اللي هما الدليلين يعني بيبقوا horizontal، ها horizontal يعني y1 و2 اللي هي اللي فوق y1 واللي تحت y2 equal ايه بقى؟ equal y للcenter اللي هي y0 plus و minus a over e، كمية a over e، ده ال equation للdirectrice بس، يعني لو عايز اي information. طبعا لو ادانا اصلا ال equation فبيبقى فيها y squared و y ففيها completing square لل y، وفيها x square و x ففيها completing square لل x، والإشارة لل x square و y square opposite، واحدة positive والتانية negative، يبقى ده hyperbola بنعرفهم من الأول عندنا. ده بالنسبة لل يضاف ليها الأسيمبتوتس، والأسيمبتوتس يعني برضو بنأكد لك إن الأسيمبتوتس الإيكويشن ليها هي نفس الإيكويشن للهايبربولا، هي y square over ال a square هنا minus ال x square over ال b square، بس equal a equal 0 بدل equal. طيب لو هي الجنرال كيس اللي هي الكيس دي،
هتبقى عندنا y general case هتبقى y minus y naught الاسيمبتوت الجنرال هيبقى equal plus or minus a over e a over b times x minus x ده الجنرال. يعني كل اللي هيحصل ان بدل y هيبقى y minus y naught وبدل ال x هتبقى x minus x naught عندنا. ده بالنسبة للـ الهايبربولا بالـ 2 cases لما الـ axis وتعريف الـ axis هي الـ straight line الـ joining between the two vertices. الـ axis لما يبقى horizontal أو بيكون الـ vertical عندنا. وده هنا الـ equation هنا ده الـ equation للـ asymptotes. اللي هم خطي التقارب يعني. أو شفنا examples عليها. برضو لو ادينا جراف ها ازاي نستنتج منه الـ equation. مبدئيا هنا ان لما بيدينا جراف لاما بنشوف الـ two vertices مع الـ x axis زي الكيس اللي موجودة عندنا يبقى الـ axis هنا بيبقى الـ axis بيبقى horizontal سواء هو الـ x axis او بره دي فاللي يبقى هنا start بالـ x طبعا هنا السنتر هنا 0 0 فبيبقى x square ومعاها a square دي تحتها يعني اللي بيبدأ بيه هو اللي معاه a square في الدوموريتو اللي هو في الـ vertices minus y square over b square و equal 1 ده general equation. طب عايزين الـ a والـ b الـ a والـ b طبعا هنا عاطي ممكن احنا شايفين طبعا الـ a لو هي بالـ scale 3 بس هو مش عاطيها لكن هنا مثلا احنا شايفين هنا ان في الـ asymptotes عاطيين ده وخصوصا الكمية دي ده الاسيمبتوس فالاسيمبتوس عبارة عن الاكويشن للهايبربولا بس ايكوال زيرو بدل ايكوال زيرو بدل ايكوال ايه بدل ايكوال ال 1 يبقى الاسيمبتوس عندنا هيبقى واي ايكوال بلس اور ماينس بي اوفر الاي تايمز الاكس يبقى الـ P over الـ A equal to over C ده نسبة ده relation طيب معانا الـ vertex هنا ادي 3 و 0 يبقى معانا الـ A بـ 3 والنسبة 2 إلى 3 يبقى معنا الـ B بـ 2 يبقى كده الـ equation معنا جت معنا برضو الـ vertex وعطيها root اللي هي الـ vertices root 3 root 13 اللي هو معنا إن الـ B squared equal الـ A squared في E squared minus 1 والـ A في الـ E هي C يبقى C squared minus الـ A squared يبقى C squared هي الكبير فالـC squared بـ 13 ونسبة B إلى A يعني لو هنا يعني برضو الـ equation دي لو معرفتش الـ A والـ B دي برضو لأن النسبة B إلى A فمعنا إن الـ B معنا هنا يعني دي relation بتقول لك ان c squared equal 13 و 13 ده equal b squared plus a squared فواحدة ال b من هنا يعني ممكن هنا ان ال b equal 2 over 3 times a فمن هنا برضو تقدر تجيب ال a وال b بالإضافة طبعاً للجراف إن هي باينة منها أو من الريليشن دي لأن هنا لما معاك إن الـ B squared اللي هي هتبقى equal 4 over 9
a square plus ال a square و equal 13. منها برضو هتجيب لك ان ال a ب 3، ان ال a هتطلع ب 3، ومنها من النسبة b الى a equal 2 over 3 هتطلع ال b ب 2. فال information كده بتبقى كاملة. يبقى ال equation بقى معانا جبنا ال a square ب 4 وال b square ال a squared ب 9 وال b squared ب 4، يبقى ال equation دي الهايبربلا، يبقى x squared over ال a squared اللي هي 9 minus ال y squared over ال b squared اللي هي 4 و equal 1. ده لو كان عايز ال equation دي الهايبربلا اللي given في المسألة مرسوم، يعني لو هو مرسوم بيبقى سهلة أوي يعني. عرفناها طالما برابول عرفناه، إلبس برضو عرفناه، وهايبربلا برضو عرفناه. بنشوف مع بعض another example للهايبربلا. equation للهايبربلا، find equation لهايبربلا. with vertices. zero و plus or minus one. و asymptote. خط تقارب يعني واحد من الاثنين y equal 2x. طبعا هنا لما بيرجي الفرتيسيز باينة ان بيتحرك على ال y axis. طبعا الفرتيسيز بتتحرك على ال y axis، يعني x نوت وبيتحرك على ال y axis. يبقى دي الكيس اللي بيقطع فيها طبعا السنتر، هي البوينت الانترميديانت، الميد بوينت بين التو فيرتيسيز. فمعانا الاكس نوت جبناها او بيبقى هي ثابته، اكس نوت واي نوت بتبقى زيرو، والميد بوينت بين نيجاتيف 1 و 1 بتبقى زيرو. دي المفترض اكس نوت واي نوت. طيب الهايبربلا بقى هنا يبقى السنتر بقى زيرو وزيرو، وبعدين ادى الاثنين فيرتيسيز، واحده منهم 1 و 0 والثانيه نيجاتيف 1 و 0، وادى واحد من الاسمبتوت اللي هو ميلو بوزيتيف اللي هي y equal 2x. بوزيتيف اللي هي y equal 2x، حيث ان السنتر 0 0 في معايا الاسمبتوت التاني هيبقى y equal negative 2x. y equal negative 2x. والايكويشن بقى للهايبربولا في الكيس دي انه بيقطع ال y axis، فبقى start ب y square over a square. يبقى معانا الايكويشن للهايبربولا هيبقى y square over ال a square minus ال x square over ال b square و equal 1. هو ادى الاثنين فيرتيسيز، يبقى هو ده الكيس ده. ادى فيرتكس منهم 0 و 1 والثانية 0 و negative 1 اهو. طبعا عارفين ان الفيرتكس بتبعد عن السنتر، والسنتر 0 0، فبقى هنا الاي اداها ان الاي ايكوال 1، فمعانا الاي ايكوال 1 جبنا الاي. وبعدين لما ادى واحد من الاسمبتوتس
الـ equation للـ asymptotes لما نيجي نفرغها هنا هتبقى y equal plus or minus الـ a over b times الـ x. يبقى الـ a over الـ b equal to بقى هنا لقيته x الـ a over b معانا الـ a بـ 1 يبقى الـ b هتبقى equal half half الـ a يبقى هنا half الـ b بـ half. ده كده equations جت للهايبربلا اللي معانا ال y squared over ال a squared اللي هي بال 1 minus ال x squared over ال b squared اللي هي 1 over 4 equal 1. ليها شكل تاني يعني ممكن تلاقيها هتبقى y squared minus 4 ال x squared و equal 1. ده ال equation للهايبربلا. طبعا لو عايزين السي برضو بتبقى سهلة لأن معانا الـ A معانا والـ B معانا فبيبقى معانا إن الـ B سكوير إيكوال الـ A سكوير الـ A سكوير ماينس 1 الـ E ما جبناهاش لسه فبيبقى إيكوال C سكوير ماينس A سكوير يبقى الـ C سكوير إيكوال الـ A سكوير بلس الـ B سكوير. يبقى من هنا هيبقى معانا إن السي سكوير يبقى إيكوال الـ A سكوير بلس الـ B سكوير الـ A سكوير بـ 1 والـ B سكوير بـ 1 أوفر 4 يبقى بـ 5 أوفر 4. يبقى منها لو عايز السي هيبقى روت 5 أوفر 2. يبقى منجيب ونطرح روت 5 أوفر 2 نجيب الـ 2 بوساي نجيب ال 2 فوكس 2 فوكس اللي هم البوساي يعني F1 الأعلى و F2 تاني على بعد C من السنتر والسنتر 0 و 0 يبقى على بعد ال A times ال E اللي هي C وال C طلعت root 5 over 4 اللي هي ال A times ال E root 5 over 4. ويبقى الـ A بـ 1 يبقى برضو الـ E root 5 over 2 يعني لو هو عايز الـ E الـ C equal الـ A times الـ E والـ C بـ 1 يبقى معانا إن الـ E equal root 5 over 2 والمقدار ده أكيد greater than الـ 1. ده لو عايز أي information كاملة بالنسبة للـ hyperbola لكن لو عايز هو بس الـ just لو هو عايز بس الـ equation فإحنا الـ equation جبناها للـ hyperbola. ده كانت فكرة للـ hyperbola عندنا يعني ممكن لو فكرنا مثلا في another equation ممكن معنا مثلا equation أو فكرنا في another example لو عايز equation لي هايبربلا ال vertices say 0 plus or minus 3 و بيديك ان بيمر وبوينت وليكن تو طبعا هنا الـ equation للـ hyperbola طالما هو بيتحرك على الـ y axis ومعانا إن الـ center هيبقى الـ midpoint
between the two vertices فاللي هي 0 و 0 يبقى وبيتحرك على ال y axis يبقى معنا 0 و 3 و 0 و negative 3 يبقى بهذا الشكل. طبعا ال distance between the center و ال vertices قلنا هي ال a وال a هنا ب 3. وال equation لما بيقطع ال y axis فاستارت بال y squared هتبقى y squared over ال a squared minus ال x squared over ال b squared و equal 1. ال A عرفناها ال A equal 3 يبقى y squared over 9 minus ال x squared over b squared equal 1. بقى لنا معلومة وادانا passing through point ف passing through x 2 y ب 5 يبقى ال x 2 وال y ب 5 يبقى 25 over 9 minus 4 over b squared و equal 1. ال equation دي هتطلع لنا ان ال b squared equal هي 4 over b squared equal 29 25 over 9 minus 1 اللي هي 16 over 9 equal هتبقى equal 4 over b squared يبقى ال b squared هيبقى طبعا هنا ال 4 مع ال 4 مع ال 16 فيها ال 4 يبقى ال b squared هيبقى equal 9 over 4 9 over. يبقى على هذا الأساس الـ equation للـ hyperbola الـ equation للـ hyperbola تبقى y square over 9 minus الـ x square over 9 over 4 equal 1 يبقى y square over 9 minus الـ x square over 9 over 4 equal 1. ده الـ equation للـ hyperbola اللي مطلوب في المسألة عندنا. طبعا لو عايز ال two asymptotes فبيبقى y equal a over b plus or minus a over b times the x فتبقى a over b هتطلع ب 2 يبقى معانا asymptote منهم y equal 2x والثاني اللي بالنيجاتيف y equal negative 2x لو عايز ال 2 اسهل من 2 سهل. لو عايز الفصاي فما جبنا ال a وال b باقي نجيب ال c وعارفين ان b squared equal ال a squared times a squared minus 1 اللي هي equal c squared minus ال a squared يعني c squared هنا هي الكبيرة يبقى c squared equal ال a squared اللي هي ب 9 plus ال b squared اللي هي 9 over 4 يجيب لنا ال c squared. يبقى 45 لأن دي 36 over 4 plus 9 يبقى 45 over 4 ده c squared عندنا. يبقى c لوحدها عبارة عن root 45 over 2 اللي هي 9 times 5 يبقى 3 root 5 over 2 ده c.
3 root 5 over 2. طبعا لو شوفنا السلايدز هنا يبقى كل كوساي كل فوكس على بعد من السنتر بمقدار السي اللي هي 3 root 5 over 2 من أعلى اللي هي السي اللي هي 3 root 5 over 2. اللي هي equal ال A times ال E وال A ب 3 يبقى ال E يبقى معانا ال E ال E هتبقى equal root 5 over 2 وأكيد greater than 1 بالنسبة لي بالنسبة لي ال hyperbola بتبقى هنا greater than ال 1. ممكن يبقى آخر idea موجودة معانا آخر ايديا أو آخر فكرة ممكن تكون موجود معنا مثلا classify يبقى completing square classify the conic section ويروح عطيك equation مثلا say x squared minus y squared minus 4x plus 8y minus 21 equal 0. طبعا هنا الإكويشن الأول بيبقى عارفينها إن هي هايبربلا لأن فيها x سكوير y سكوير والإشارة أوبوزيت عن بعض مختلفين يعني عن بعض واحدة بوزيتيف التانية نيجاتيف فبيبقى هايبربلا. برضه ذا سيم بروسيجرز اللي عملناه في الإليبس إن معانا x سكوير و x فبنجمعهم سوا معانا x سكوير ماينس وفي شيفتنج في اتجاه الx ومعانا y سكوير وy فبنجمعهم مع بعض اللي هي هي الإشارة بالنيجاتيف يبقى بالنيجاتيف معنا نيجاتيف هيبقى بتلاحظوا هنا هيبقى واي سكوير في الأول اهي ويبقى هنا نيجاتيف 8 الإكس خلي بالك النيجاتيف 8 الواي خلي بالك من الجزئية دي نيجاتيف من هنا اتغيرت الإشارة لما خرجنا نيجاتيف برا يعني بنخرجها برقم وبعدين وإيكوال زي ما عملنا في الإليبس الترم اللي فري اللي ما فيهوش إكس وواي يبقى بنخليه في الرايت هاند سايد بإشارة بعدين وجود إكس سكوير وإكس فيه كومبليتنج كنا هنا بناخد الكوفيشن فالكوفيشن هنا واحد والكوفيشن الكومن اللي هي هنا ب1 وهنا ب1 فعشان كده هنا أسهل. طيب لكن لو كان في 4 9 كده زي الالفس كنا خدناها. برضه بنخلي بالنا ان في اكس سكوير واكس ففي كومبليتنج سكوير لاكس وفي واي سكوير واي ففي كومبليتنج سكوير للواي. الحاجه الثانيه بقى السطر الثاني ان احنا بنعمل كومبليتنج سكوير واحنا بنعمل كومبليتنج سكوير نشوف ضفنا ايه في الليفت نضيفه في الرايت بنفس الاشاره. فبالنسبه للاكس معنا اكس ماينس 2 اول سكوير. قبل ما نكمل احنا نشوف احنا ضفنا كام ضفنا 4 تايم 1 يبقى ضفنا 4 فبالنسبة للواي ماينس هتبقى واي ماينس 4 اول سكوير. نشوف بقى احنا ضفنا ايه ضفنا 16 ضفنا 16 بإشارة نيجاتيف يبقى هنا نقول نيجاتيف 16 خلي بالك بقى من الجزئية دي في حالة الهايبر لأن اللي ضفناه في الليفت ضفناه بإشارة نيجاتيف نيجاتيف 16 فضفنا نيجاتيف 16 في الرايت هاند سايد عندنا. طيب يبقى آخر حاجة بقى بنجمع يبقى هنا هتبقى x ماينس 2 أول سكوير ماينس تبقى y ماينس 4 أول سكوير نشوف هنا equal كام فبنلاقي معانا 21 plus 4 يبقى 25 minus 16 يبقى بيدينا 9 يبقى equal 1. To generate ال 1 عندنا فبيبقى divided by ال 9 عشان to generate ال 1
فتدينا بقى الإيكويشن هتبقى x minus 2 all square over 9 minus هتبقى y minus 4 all square over 9 و equal 1. ده الإيكويشن للهايبربلا. واضح من الهايبربلا إن السنتر هنا طبعا هو start بالx، فالاكسس مع الاكس اكسس ستارت بالاكس، ها فالسنتر هنا هيبقى ستارت، هيبقى اكس نوت ب2 واي نوت ب4، ده اللي هو اكس نوت واي نوت، والاكسس هوريزونتال يبقى الاكس ب2 والواي ب4. ال x ب2 وال y ب4، بس هنسي point A x ب2 y ب4 ده السنتر، ونفس ال equation ليها هيبقى ال equal 0 يديني الاثنين asymptotes، والإيكويشن للتو أسيمبتوتس عندنا هتبقى y minus 4 equal plus or minus هي plus or minus هتبقى 9 over 9، ها 9 over 9 اللي ب 1 plus or minus هتبقى x minus 4. دول التو أسيمبتوتس عندنا. يبقى اللي ميله السلوب ليه بوزيتيف، هيبقى y minus 4 equal x minus 2، يبقى y equal x plus 2، يبقى اللي ميله بوزيتيف فتبقى y equal x plus 2. باخد الإشارة البوزيتيف، الإشارة النيجاتيف هيبقى y minus 4 equal negative times x minus 2، يبقى y minus 4 تبقى equal negative x plus 2. ده السلوب ليه negative، فهيبقى y equal negative x plus 6، يبقى السلوب ليه negative، فيبقى y equal negative x plus 6. ده الاسمبتوت الاسلوب ليه نيجاتيف. بعدين تكملة بقى الفيرتيسيز اللي موجودة عندنا على بعد 3 و 3 من السنتر. وبيتحرك على الاكس اكسس. ال a square ب 9 وال b square ب 9، يبقى c square equal a square plus b square هي equal 18، وال 18 معناها انه 3 root 2. يعني لو عايزين تكملة في الانفورميشن معانا ال a square ال a equal b equal 3، يعني ال a square ب 9 وال b square ب 9، معنا ال c square هيبقى equal ال a square plus ال b square اللي هي 9 plus 9 equal 18، يبقى منها c root 18 اللي هي 3 root 2. يبقى لو عايز الفصاي اللي هي الفوكس وفوكس يتحرك على ال x، يبقى معنا x نوت plus or minus ال c و y نوت. ال x نوت كان ب 2
plus or minus 3 root 2 والواي نوت كان بفور. يبقى الفصاي واحدة منهم الرايت 2 plus 3 root 2 وفور، والتانية منهم الليفت اللي هي 2 minus 3 root 2 وفور. دول الاثنين فصاي يعني. يبقى معانا الفصاي الفوكس الرايت F1 معانا التو بنضيف لها 3 root 2 والفور. بالنسبة للفوكس الليفت الF2 معانا التو بنطرح منها 3 root 2 اللي هي C مقدار C يعني، والواي نوت اللي هي بالفور بيظل زي ما هو معانا. يبقى كده لو عايز اي انفورميشن جبنا له جبنا الايكويشن دي، جبنا بتمثل ايه، لو عايز اي بيان منه جبناه. لو عايز معانا الدايركتريس اللي هم دايركتريس رايت ودايركتريس ليفت، بيبقى x1 وx2 وx2، فمعانا برضو الدايركتريس معانا x1 و2 هيبقى equal ال x0 plus or minus الكمية a over ال a. ال a ال a ما جبناهاش لسه، معانا ال c اللي جبناها اللي هو 3 root 2، المفترض دي equal ال a times ال a. ال a ب 3 يبقى منها ال a equal root 2، وال root 2 في الهايبربلا تشيك ان هي بتكون greater than ال1. يبقى هنا ال x1 و2 يبقى equal ال x0 كانت ب2 يبقى plus or minus ال a ب3 over root 2. يبقى الدايركتريس واحد منه 2 plus واحد منه يبقى 2 plus 3 over root 2، والتاني اللي هو x2 هيبقى 2 ونطرح منه 3 over root 2. يبقى كده اي حاجة في الهايبربلا عايز equation جبناها، عايز completing the square جبناها. يبقى اي حاجة سواء في الهايبربلا وقبلها كان الالكس وقبلها كان البارابولا قدرنا ان احنا نجيبه معانا. ده اللي كنا عايزين نقوله فيما يخص الكونكت سيكشن. Ah.